وش قلنا احنا امس؟ صناعة التمر امس وصناعة الزبادي، اليوم صناعة القط. تفضل تفضل، متى ما جازت المقاطع وانا متأكد انها جاهزة اكيد. طيب ناخذ اول صورة ومقطعين، معنا صورة ومقطعين عن صناعة القط. تبعك ابو حارث ليه تتعلق؟ لانك بدوي. طبعا هذا متحف وادي ترج، هذا متحف وادي ترج، ومن علامات الكرم في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية هذه الأشياء اللي في الواجهة. يا سلام، النجر والمبخر والدلة، هذه من علامات الكرامة. كفو. ومن شرحة الضيف إلى من جاء يعني البيت أو عند العرب قديما وحديثا. كبار يا أبو حارث ولا؟ هذه طال عمرك على طول الرجال ما شاء الله. والنجر حاطن عليه مفتاح الاكسس، اللي يرفع يرفعه ياخذ الاكسس. ياخذه والله، هذه تحدي قوي. اي نعم، بيجونك في ترج. بس اني انا اشوف وجيههم اشوفها نقدر المقطع اللي بعده يا محمود. ايوه الفيديو، ترى احنا نقول صناعه لقط وكذا موه، نبي نمزح عادي. ناخذ فيديو ومسهلا. حياكم متابعينا الكرام وبياكم. لنا اكثر من حوالي 3 سنين ان نحاول نسوي افتتاح لمتحف ترج بثوبه الجديد، ولا انه هو مفتتح من 20 سنة متحف ترج، ولكن بثوبه الجديد ومبناه الجديد نحاول نفعله. فطلبنا الافتتاح ولكن تأخر وما جانا الأمر إلا أمس، فبإذن الله عز وجل سوف نحاول نخلي الافتتاح في شهر 7 أو في آخر 7 في أول 8 في هذا التواريخ. إلى الآن ما حددنا التاريخ والوقت حتى نتبين في بعض الأمور اللي قائم عليها الحفل من جهة البرنامج ومن جهة هذه. عن ناخذ فيديو ثاني برضه، معليش عشان تعلق عليها مرة واحدة. ناخذ فيديو ثاني. عاشوا عاشوا عاشوا. يلا يلا ابو حارث، عطنا تفاصيل المقطع ولا على كاميرا. طبعا احنا الان المتحف ترج بنفتتحه ان شاء الله باذن الله عز وجل في 30/7. جميل. في 30/7 يوم الخميس باذن الله عز وجل شهر 7. طبعا طريقته يعني ان فيه برامج وفيه قناه ناقله وفيه بعض الاعلاميين وفيه بعض المرموقين بيجون للمتحف والشخصيات والمسؤولين، هي رؤساء مراكز ترج ونواب بن الحارث من في ترج ونواب اللي ساكنين في ترج سواء هم من بني عمر او من بني شهر. فباذن الله عز وجل ان يكون ندعوكم من هذا المنبر انكم اللي عنده فرصه مرحبا والله ومسهلا في ترج، وهل ترج والله يعتبروا يعني يرحبون فيكم جميعا لا انتم ولا المشاهدين. وافي وافي. وعندنا ان شاء الله بعد ابو الكاميرا ليت تروح لابو محمد. عند بعد ابو محمد انا بعطي بس لمحه بسيطه عن بعض تزيين القهوه ووضعيه المعاميل الدله والبراد على النار. بعض الناس ما يعرف يضع دلته ولا براده ولا ابريقه على النار. حلو، فيها بعض التعليمات وكلنا نتعلم في هذه الحياه. الله يوفقنا وياك ابو محمد. بعد ابو محمد وزع القهوه، خلينا نشوف ابو محمد ايش يسوي.